طريق المسح الضوئي، وحيث تقوم الكاميرا الحرارية باكتشاف درجة حرارة الجسم والعمليات الحيوية للجسم. بكل دول العالم السلطات عم تعمل إجراءات وقائية لتحمي مواطنيها من فيروس الكورونا. مثلاً بدولة الإمارات بيعتمدوا على الممر الصحي الذكي ليفحصوا كل حدا بيدخل جديد على البلد، وبهي الطريقة المتطورة بيضمنوا إنه الكل بده ينفحص، ونسبة كشف الإصابة بالفيروس دقيقة كتير. بس عنا بسوريا فحص الكورونا له تقنية خاصة ما بتلاقيها بكل دول العالم، لا المتطورة ولا النامية ولا حتى النائية. لون أحمر مع صوت توت توت. هاي التقنيات بتعتمد على فراسة الأطباء وذكاء وقدرتهم العالية على اكتشاف المريض إذا مصاب أو لا، وكمان إذا المصاب كذب وقال لا بيبين عليه فورا. حليف على المصحف الشريف إنه ما معك كورونا. حليف حليف حليف. كمان بسوريا جهاز واحد من أبو الطوط طوط بينكت الكورونا والجريب وإنفلونزا الخنازير، وكمان بينبه العالم بوجود فيروسات تانية لسه ما حدا اكتشفها غير بسوريا.